مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. حلقه جديده من عليك واحد. ضيفتنا لليله هي واحده من النجوم اللي بيشتهروا بيه هنا بالحنجره، ما بشكل ولا بوش ولا بحلاوه باي شيء. الصوت تخين جميل واضح تمشي لقدام. صاحبه ونجمه الاذاعه الاولى في السودان، الزوله الوحيده جابت الاذاعه السودانيه جائزه دوليه يا جماعه، مش تبرر تكرمت جابت جائزه وجات. ضيفتنا لليله هي الاستاذه الاعلاميه المذيعه في الراديو المشهوره شديد، الاستاذه لينا زين العابدين. رحنا نشوف نعمل في لينا شنو. يا لينا جرستي وكوركتي هنقلل لك وقت المقلب، عملت لنا فيها قويه وصامده هنطول وقت المقلب عليك الله. شنو ورينا هتعمل شنو. ان شاء الله انت تفضل تفتح الباب ولا ايه يا اسطى؟ سيدينا هسوق العربيه لانزل افتح لحضرتك. وهو رفض ان انا اقف هنا. لا ما برضه انا بقول لك لما يكون معايا ضيوف تنزل تعمل اللي عليك. هو رفض برضه ان حضرتك اتاخرت جوه كالعاده. كال ايه؟ كالعاده. معلش والله احنا دخلنا، احنا اصلا هو لو في التزام بالمواعيد ما كانش فيها حاجه هتحصل. معلش انا مش ملتزمه. الساعه 5 تبقى 7. انا كلامي مع الشركه مش معاك. خلينا نقف هنا. نريحك، انا عايز اريحك. سيبش عايز اريح نفسك. خلي بالك اليومين دول زحمه، لو هكملوا شغل لازم تختاروا المواعيد بتاعت الحركه، ما ينفعش حرك الساعه 4. ايه؟ الساعه 4 دي صعبه جدا. طب ما انا عندي سكاجول، انا اعمل ايه؟ انا صراحه اول مره اتعامل مع سودانيين، بس يعني ايه؟ حاجه صعبه. صراحه انا اول مره يعني اشوف مصري كده بيتشاكل يعني صراحه. وانا اتخانقت دلوقتي، اتشاكل دي انا اتخانق؟ يعني بس هي قالت لي الباب ومش الباب هي شغاله معاك على طول يعني احنا ضيوف. لا ده بقى لها يومين بس، يومين الحمد يومين لله وخلاص بتسمعها يومين كده. يومين كده احنا في دربكه كده طول اليوم يعني العالم كله بيتاخر ما بجد عليها يعني ما في انسان قادر. المشكله انه ما احنا بنتحاسب على الحاجه دي. احنا بنتحاسب على ايه؟ انت تتحاسب انت عندك جي بي اس موصل في السياره هم بيعرفوا انت وصلت امتى. اه ماشي انت. بس الساعه 9 هسلم انا يومي بيخلص الساعه 9. ده لو انت وصلتني. ما انا عندي حاجات برضه استاذ دي عايز اروح اعملها. فكك انا مش عايز اتكلم والله. زنونا في الشارع عادي يعني والله. لا يا استاذه برضه اللي على دماغي خلاص. ما 9 جات يعني 9 ونص و5 هسه حاليا. طيب ما لازم اسلم العربيه الساعه 9. خلاص معلش احنا نوصل واروح سلم. معلش لغايه الليله. اصل انها اتطرقت على جاي مرافق. انت جاته؟ لا حولت جاي. هو اصلا جاي مصر خدام قطعه اللي قالوا لي تعمل فين زينا احنا. اه انه ريم صاحبتي. فبس ريم جات صح؟ ريم جات. انا شيء ما قد هي بتنتظركم. عليك الله. بس معلش عندي رقم. ايوه عندي رقم خالتك عادي هو ده رقم. دايره مويه. اوكي طيب حاجه ثانيه؟ لا اوكي تمام. دقيقتين بس وانا اجيكي. مش موجوده؟ مش هتجيب قهوه كده؟ هي عايزه شنطتها. تكلمتها دي عشان شنطتها. نعم. مش دي شنطتها؟ اي اديها لها بس. لا هي جايه تديها لها. كيف يعني؟ هي كلمتني تحت. كيف يعني كلمتها؟ ليه جابوا هنا شنو؟ انت جيت هنا ليه؟ كلمت مين؟ مش كلمتني؟ انا خليته في العربيه معاكم جيت مشيت القهوه. بدي اعطيك فلوس. انت جيت هنا ليه؟ هو انت عايز شنطه؟ جاي هنا ليه؟ انا ما قلتش عايزه شنطه. حلمي كلمني. يا امن خد خد يا امن خد خد بس امن. لا 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 يا لا 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 طيب 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 بالراحه. هاخدها اصلا بالراحه 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 خلاص هاخدها وامشي. هاتي بقى الشنطه الثانيه دي. لا 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 ليه حاجاتك؟ شيل جوازك شيل جوازك يا بنت. مش محدش يلعبوا؟ طيب طيب عيني خليني اسمعي كلامي. خلي الباسبور اسمعي كلامي. ممكن اخد الباسبور؟ طيب خد الباسبور عشان ما انزكيش. طب ممكن نزل السلاح. استني والنبي والنبي نزل السلاح والنبي والله العظيم انا عندي فوق سلاح. عيني لو سمحت والله ما حد نزل. لا 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 نزل السلاح والله ما هتصل للشركه. انا عارفه انا عارفه ده عشان اتخانقنا صح؟ وقعدت تشتموني. لا 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 امزار وقعدت تقولي ادبك. لا لا ليه ادبك؟ مش هعمل حاجه. وانت برضك شتمتيني. لا 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 نزل السلاح. اه شتمتيني شتمتيني باللغه بتاعتكم دي. قعدت تشتمي باللغه بتاعتكم دي. قعدت تشتمي. لا ده ما بنتكلم بنتكلم مع بعض. بنتكلم مع بعض.
لغة عربية. لا 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 يا ما تزعقيش. لا مش فندق يعني بدخل كده ساعات. ما تزعقيش. طيب 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 حاضر والله العظيم بس نازل الزناق نازل نازل. لا 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 ما تزعقيش ما تزعقيش. لا لا خلاص خلاص حاضر 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 طلعي فلوس حاضر طلعي فلوس حاضر يا عم فلوس ايه حرام عليك دي جايه ضيفه عايش دي جايه ضيفه طب حاضر حاضر لا عايش يا نهار اسود 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 دي جايه ضيفه طب حاضر حاضر لا عايش يا نهار اسود 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 يا باشا يلا بسرعة يا باشا ما تحركيش ما تحركيش ما تحركيش بعد اذنك انت بتموت ما تحركيش بعد اذنك تيل ساعدوها اكيد بتموت ما تحركيش بعد اذنك بس 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 الو بسرعة الاسعاف بسرعة اخضر العاشر بسرعة وانت مين من جبالك بسرعة بسرعة في حد بيهاجم علينا في الاوضة انت مين من جبالك يا استاذ 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 انا مدير الفندق ممكن اعرف ايه اللي حصل اللي حصل ان في حد قال جو خدوني عند اجتماع هنا جو خدوني من الفندق اللي انا نازله فيه وجينا هنا السواق اتشكل معاها في السياره وبتشكي منه بتقول ان هو صعب جدا نزلت تجيب لي قهوه وتيجي الحد والباب كان فاتح دخل عليا قال لي عايز شنطتها هي راحت فين قلت لها تاخد شنطتها قال لي هي جت تجيبها ماشي على النبي هي جت قلت لها انت جابك هنا شنو وبيجي تصرخ معاه وقال لنا لا طلع السلاح على طول وقال جيبوا شنطكم انا اديته شنطتي سلاح ازاي دخل بيه الفندق يعني ما تهزش تسألني دخل ازاي؟ مش عندكم كاميرات؟ بدافعوا الكاميرات بس كل حاجة انت كل حاجة انت اسمع الأستاذة مع جاية ضيفة مع الأستاذة جنسيتها ايه دي؟ جنسيتها ايه دي؟ دي سودانية بقى لها أسبوع عندي ايه اللي حصل يا ابني؟ وست كويسة مفيش مشكلة ايه اللي حصل يا ابني؟ يا باشا احنا دخلنا يعني هجري مرمية على الأرض يا باشا الله 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 دي ماتت مفيش نقط لا حول ولا قوة يا تسنى قبل تمس حاجات بغطيها يا ابني الطبنجه بتاعت مين؟ الطبنجه بتاعت مين يا استاذ محمد؟ بتاعت الحد اللي ضربها وجمعني خد يا ابني حرز لي الطبنجه دي انا لسه ساعتك داخل دلوقتي امسك يا ابني ليه كده ده حرز ليه انتوا فين؟ انتوا فين؟ ثواني اقعد يا استاذ يا استاذ فين كاميرات؟ اتفضل اقعد هنا كده مش عايز اقعد لو سمحت جنسيتك ايه؟ جنسيتك ايه؟ سودانية منين انت؟ من السودان من الخرطوم جاي عندي ميتنج هي اللي جاي علاقتك بيها ايه؟ علاقتي بيها شغل شغل في ايه؟ شغل في السياحه. ده كام مصر بقالك قد ايه؟ انا امبارح جيت اول امبارح. نازله في فندق ولا نازله فين؟ في نوفاتير. فين بسبورك؟ اهو. هات لي اسعاف فوق، هات لي اسعاف بسرعه. امال لي املي الكاميرات كلها بتاعت الطرق، فضي لي الكاميرات كلها ومش عايز نمله في الطرق بره. ايوه. خدمه المراقبه. الكاميرات كلها. فرغ كل الكاميرات لمده نص ساعه فاتت. اسمك ايه؟ لبنى زمان. بسرعه. لينا. لينا زمان. انت هتقول لي ادبي مين ادبي انت اللي ادبي اتفضلي اقعدي اتفضلي اقعدي هنا هي اللي ادبي شغاله ايه انت شغاله ايه مش عارفه شغاله ايه انت شغاله ايه انت شغاله ايه اساسا لما يكون في تحقيق رسمي بوريك شغاله ايه هوريكي دلوقتي هوريكي دلوقتي وانا كمان بتصل بالتفاعل بتاعتي وانا بتصل بتليفونك خد يا ابني خد يا ابني حرص لي التليفون ده انت جاي هتكلم يعني ده الموضوع انتوا افهموا الموضوع مش الموضوع مسيس الموضوع فيه سياسه الموضوع فيه حاجه اتفضلي يا استاذ ما تتريقيش لو سمحتي لو سمحتي انا مش عايز اتعامل معاكي بعنف لو سمحتي لو سمحتي قولي اتعامل معايا بعنف ما انا بقول لك اهو انا بقول لك اهو انا عايز اتعامل معاكي بذوقيه البنت ماتت اساسا مفيش نبض اساسا فيها ما بقول لك خليني اسعدها على نفسي بقول لك الطب الشرعي سلمتني من الشرعي وهات لي حرمه الدوليه انت الكاميرات دول جيبوا لحد الهرم ده كل حاجه مظبوطه تتعامل ما تقلقيش
ده شغل انا وانا اللي اقدر اقوله. لو سمحت ممكن تحكي لي يا باشا. ممكن تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لك ايه اللي حصل. انا اتصلوا بيا عندنا اجتماع هنا في الفندق، انا مش عارف الفندق ده ذاته اسمه ايه. يخرج دول من الفندق اللي انا نازله فيه، متواصله معايا دينا استاذه تاني اسمها شيماء، جابوني على هنا. هي اتشكلت مع السواق في السياره تمام، واحنا جايين على هنا. اول ما وصلنا هنا معاك عادي تالت. ايوه كان معايا صديقتي قاعده تحت. ما تخليش حد يدخل من الفندق خالص. هي فين باب الفندق تحت؟ اتفضل يا استاذ. حتى كنت راجع خالص تطلع معايا ده ليلى. كنت راجع خالص تطلع معايا ده ليلى. ده ميتنج خاص تمام عن السياحه وما السياحه وغيرها. ما تعرفش يعني ميتنج قبل كده. لو سمحت انا مش عايز دوشه بره. لو سمحت انا مش عايز دوشه بره. الناس اللي معايا يا جماعه، اللي معايا اتفضل اقعد هنا. مش عايز صحابه بره ومش عايز حد في الطريق بره. اتفضل يا استاذ اقعد هنا. اتفضل يا استاذ اقعد هنا. اتفضل يا اقعد هنا. مش هقدر اقعد هنا. انا عايز نقول لو سمحتوا. انا عايز نقول تمسك لي الوصفة ما تنسيش حاجة. يا عم ايه يا دي انا عايز اطلب شنطتك انت. خيال لوسي تحت هنا. ايه ده يا جماعة؟ اتفضلي. خد يا ابني حرص لي الشنطة دي برضه. حرص لي الشنطة دي. مش عايز حد يلمس أي حاجة. حد صور هنا، حد صور الموقف هنا. صور لي شنطة مين دي؟ شنطة مين دي؟ صور لي. اتفضلوا يا جماعه بعد اذنكم. اتفضلوا بس. بس ما تتهمنيش. انا ما اتهمش. المتهم بريء. المتهم بريء. الكلام ده في السودان. انا مش نفسي. الكلام ده عندكم في السودان هناك. طبعا. انا ما بفهمش في القانون. لا الكلام ده عندكم هناك. الجريمه هقول لك. لبس الجريمه. يلا لبس. هو انا داخل لك هنا دلوقتي. انا ده قتيل ده. ده قتيل ده. فاكر ما عنديش اهل يعني ولا ما عنديش اهل؟ اهلي ايه؟ اهلي ايه؟ مش مش في جريمه؟ مش في سفاره؟ في طبعا حقي. طبعا يلا. حقي. ايوه بس في حاجة اكل. انا ماليش دعوه. انا بشوف شغل. انا بشوف شغل. اقفل الباب بره. ثواني. اقفل الباب بره. مش عارف اشتغل استاذ محمد. اقفل اقفل الباب. ما تفتحش خالص. خلاص خلاص خلاص. بص يا استاذ. الو. انت حضرتك هنا يا محمد بيه. انا في غرفه 10 13 هنا في فندق شهرزاد. بس حط في حاجة اكل عندي. ثواني يا استاذ محمد. ثواني يا استاذ محمد. كان في التليفون يا جماعه. يا استاذ. يا باشا. انتوا كلكم جايين عشان. ثواني يا استاذه. ثواني يا استاذه. ثواني يا استاذه لو سمحتي. ولا بكتور. انا بعرف يا استاذه. ثواني لو سمحتي. يا استاذ. يا باشا. جنسيه سودانيه. الاثنين جنسيتهم سودانيه. يا باشا. بتقول انها صحفيه وداخله. انت دخلت مصر امتى؟ من يوم 9. من يوم 9 فندق ايه؟ نوفوتيل. داخله هنا يا باشا فندق نوفوتيل ويوم 9. سودانيه صحفيه. صحفيه صح؟ مذيعه. مذيعه ولا صحفيه؟ مذيعه. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لو سمحتوا انت اول مرة تيجي مصر؟ مش اول مرة. مش اول مرة تيجي مصر؟ تاسع مرة. تاسع مرة تيجي مصر؟ هنا في الفندق؟ دي تاسع مرة؟ قالوا لك ان المؤتمر ده عندنا هنا في الفندق؟ المؤتمر في انا كنت نازله في نوفوتيل. فخدوني من نوفوتيل قالوا لي اجتماع هنا في الفندق. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ باشا في حد لقوه. هاتوا 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 هاتوا. مأجلة ولا مش مأجلة؟ يا استاذ محمد خلاص يا استاذ محمد. لا 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 حد على السلم. لا حد على السلم تحت. هنشوف. سلم الطوارئ؟ هنشوف دلوقتي مين اللي. بصي ثقة منك كل حقوق هتاخديها. تسع مرات بتخش مصر وبتطلع. تسع مرات. عارف يعني تسع مرات؟ لازم نشوف بقى المواضيع دي. افتح يا ابني. بس سيبه انت تعب. اقعدي مكانك. اقعدي مكانك. اقعدي مكانك. اقعدي مكانك. اقعدي مكانك. اقعدي مكانك. اقعدوا هنا يا ابني. اقعدي هنا. اقعدي هنا. وسع لي كده. وسع لي كده. وسع لي كده. وسع لي كده يا ابني. جنسيتك ايه يا ابني؟ جنسيتك ايه يا ابني؟ مصري يا باشا. مصري؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ المسدس التسع مللي ده بتاع مين يا ابني؟ بتاع يا باشا. بتاعك انت؟ ايه اللي حصل؟ باشا شغال سواق يا باشا. وبعدين؟ شركة نقل.
ماشي، ايه اللي حصل بالظبط احكي لي. ايه الاستاذه دي نسيت شنطتها تحت. طلعت اطلع لها الشنطه. لقيتهم بيتخانقوا. هما الاثنين بيتخانقوا مع بعض. وبعدين تحوش عنهم الطبنجه وقعت منها الهارت. وبعدين الاستاذه خدتها وقلت لها لا ما تعوري حد، تعوري حد. يعني الاستاذه هي اللي قتلت؟ طلعت الطبنجه. طب استنى بقى، يلا يا ابني فضي لي الطرقه بره وهات لي الكلابشات، هات لي الكلابشات وامن لي يخش منها بقى يشوف معاه اي حاجه هنا ولا سلاح تاني ولا حاجه، وخد منه بطاقته كده. انت اللي قتلت حفظه عليك، حفظه عليك. هات لي يا ابني الكلابشات من تحت عشان انا نازل الاستاذه الصحفيه في زفه اعلاميه. يلا يا ابني هات لي الكلابشات من بره. هات الدوريه يا فندم. يلا الدوريه جت تحت ولا لسه؟ اطلع هات لي الكلابشات. الدوريه جت تحت ولا لسه يا ابني؟ وبعد هات لي الاستاذه ليمون وشغل لها اغنيه ام كلثوم. صباح الخير. لينا كده كويسه؟ انا داير اعرف يعني انت مالك، يعني انت في شنو يعني؟ ما ماتت يا اخي، ماتت. اجري الفاتحه شيل الفاتحه دي بتبكي الليله وقوم بتبكي بتبكي. لا 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 اهدي 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 اهدي. جيبوا مويه ومويه مويه مويه بسرعه. لينا لينا اهدى اهدى ريلاكس 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 ريلاكس. ما في حاجه ما في حاجه. طلعت ماما ماتت حيه مقلب. ما في حاجه كلنا كويسين. اطلق رجلها اطلق رجلها ما ينفع عمر يا كذا. اهدى 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 اهدى. ما في استوديو ساعه، ده استوديو اصلا ما في شيء. اهدى اهدى اهدى. ايش يا مويه؟ شايفين دماغك كده قاعدين قوية؟ انا بس عايز اطلع قوية. عيني 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 دي. لا مش لا بسم الله. بسم الله. ليه كده يعني؟ ليه الأذية دي؟ ليه الأذية دي؟ ما يقدر يخش يعني كمان. ليه الأذية دي؟ كل سنة وأنتم طيبين وانتظرونا في عليك واحد. عليك أنت. علي واحد؟ أي يعني نحن معانا. انتظرونا في عليك واحد. زيع زيعوا.